يا الله، السلام عليكم شباب. اليوم جاي هنا بالقناة هم نتريق وهم قلت اجرب والله ندبش الصهنانة نشوف المكان. هسه راح نتريق ان شاء الله ونجي ندب الشص نشوف بي سمك لا. بس احنا جايين هم نتريق وهم مكان كلش حلو. شوفوا عندنا هنا اخوي بالعلاج الطبيعي تعالج. خليكم ويا الفيديو وش نصيد نشوفكم ان شاء الله. طبعا هذا الريوق جبن عرب وزيتون وهاي. هسه نتريق ونصور لكم فيديو على الصيد. حصلت من انا عجين، جبت من واحد من الافران اشتريت عجين. نخلص ونشوفكم الصيد ان شاء الله، خليكم ويا الفيديو. طبعا شباب جبنا من هاي العجينه من الفرن بس ماكو، ما تشلب بالشص يعني، بس ذبها بالمي تموع وماكو يعني، جاذبها قبل تروح بالمي. ما ادري اذا صدنا شي ان شاء الله اصور لكم. سوى المكان يسوى واحد. طبعا صدنا هاي السمكه خطيه صغيره وراح ارجعها هسه. هسه بس افتحها من الشص وارجعها لان بعدها عايشه. راح نشوف هاي ثبتتها بس عم اصور لكم. العجينة ما جاي تثبت بالشص ابد. شوف صاعد اسحب بيها شوية ما بيها شي. طبعا شباب والله مو ذاك الصيد بس اكو سمك، بس المكان لا معلوف لا هاي. سوى المكان يعني حلو، سوى لك واحد يفتر هنا هاي بقى. شوفوا الحديقة شلونها، كل مكان اكو مصطبات. فشنو راح نعلف هذا المكان ها؟ جيت الجاي ان شاء الله هم اجيب القرقور ويا ذبه. القرقور يصيد هنا هواي خير من الله. ونصور لكم تصوير كامل هنا ان شاء الله. هاي اليوم جينا استطلاع تجربه نشوف المكان هاي. ان شاء الله بالفيديو الجاي يشوفون الصيد ويشوفون شلون المكان. راح نعرفه هسه. والعجينه تعرفون اخذت عجينه يعني لا بيها، لازم تخليها شويه بهارات وشويه هاي. اخذت عجينه ساده انا يعني من ابو فرن مال الصامون، وما تصير يعني عجينه تموع بالمي. فخليكم ويا الفيديو. هسه راح نشوفكم المكان نستقر بيه ونعلفه، وعلى الفيديو الجاي ان شاء الله تشوفون الصيد اللي راح نسويه هنا. طبعا شباب هذا العجين جبناه من الفرن فكل شيء ما صدنا بيه بس هاي السمكه الصغيره. هسه احنا اليوم جاي احنا نستطلع المكان مثل ما قلت لكم. هسه ان شاء الله راح ندب هذا العجين حتى مرت الجايه من نجي نصيد بهذا المكان. ان شاء الله المره الجايه نشوفكم الصيد هنا، نجيب القرقور ويانا وهاي. ولا تنسون متابعه القناه حتى يوصلكم كل جديد ان شاء الله. تحياتي للجميع.